تبيني في ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء، اخر اخبار تونس والعالم. سي فيصل، نهارك مبروك. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بيك على موجة نجمة افهم. مرحبا بيك وكل العاملين المستمعين ذات نجمة افهم. شكرا ليك. دونك سي فيصل، خلينا نرجع من اللي صار البارح. شنو صار البارح تحت قبة مجلس نواب الشعب، وبعد نحكيه على العريضة هذا يمتع سحب الثقة من رئيس المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معناتها أنا قلتها من بداية الدورة النيابية، وقت شفنا نتائج الانتخابات فهمنا وأنه مقدمين على مدة نيابية صعيبة برشا، وباش تكون فيها برشا عرك وبرشا تجاذبات وما عندها حتى مصلحة بالبلاد وشعبها. وكنا نحن حزب صوت الفلاحين أول من دعا إلى إعادة الانتخابات، وقلنا راهو المصلحة الوطنية تقتضي الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة للوصول مشهد سياسي تمثيل برلماني قادر باش يعمل حكومه وقادر باش يحكم البلاد. خاطر اللي صار هذاك ظهر فيه غش للشعب التونسي وتحير. ناس وعدت العباد بالملح والبترول، وناس وعدت العباد باش تدافع على الفقر ومقارونه وكسكسي وغيره. من بعد انا قاعدين نشوف لجماعه الملح والبترول جابوا، لجماعه المقارونه قدوا رواحهم، وكصبحنا خلينا قضايا ومشينا اخرى. عفوا بلطف عليك. دونك حسب رايك انت ملول بالكل، كان المشهد واضح انه باش نوصل للي وصلنا له اليوم. واضح. مرة هو انسان عملت تجربه من 5 سنين 2014 2019، وفهمت لي حتى النوعيه النواب الكاليبر. كاليبر نتاع النواب زاده مش معقول تجيب لي مزاودي، مش معقول تجيب لي كناتي، ومش معقول تجيب لي عندنا نواب مزاودي. انا عندكم كل شيء ما شاء الله. عندكم وما اشترم دي بلوغر ومعناتها ما عندوش علاقه بالواقع. انسان عايشين معناتها نهار كامل وهو شاد يخدم على روحه في بلوج فيسبوك وغيره. ما عندوش علاقه بالواقع، ما ينجمش يكون بناء، ما عندوش افكار لا اقتصاديه لا اجتماعيه لا تنمويه. هذاك علاش اليوم قعدنا كان نبيع عن كلام في البرلمان، ما فماش شيء. فهمتني؟ انا وقتها نتذكر أول ما شد سراج الغنوشي رئيس البرلمان قلت هذه أكبر كارثة، أكبر خطأ ارتكبته النهضة وارتكبه غنوشي في حد ذاته، أنه شد رئيس البرلمان. برلمان فيه ناس وطنيين شرفاء. أما حركة النهضة الكتلة الفائزة معناتها الأكثر تمثيلية في البرلمان، كان من الواضح أنه باش يكون رئيس البرلمان من الكتلة هذية، وهما رشحوا راشد الغنوشي. معناتها النهضة العدد نتاعها ماهيش 52 52، ومن بعد امتد بزوز نواب. اه ماهيش 54 هي 52 هذيا ما كانتش تنجم تكون بها حتى في معارضه قويه. ما عندها حتى وزن. اما راي ال 54 الراجل غنوشي شد بالغش نتاع نداء سسمه، هو فرع من فرع نداء تونس نتاع قلب تونس نتاع نبيل القروي اللي بيع الطرح واللي بيع التوانسه واللي خان تعهداته مع الناخبين. هو اللي عطاه ال 38 نائب. ما تبي غنوشي ما كانش يكون رئيس، ما نجمش يكون. وانا في بلاصه غنوشي ما نقدمش روحي، وانا في بلاصه النهضه ما نقدمش الغنوشي. هذا من باب الوطنيه. اخي شنو هي توا اخي ما يشد في تونس يشد ما يكون عمره فوق 70 سنه يشد مسؤول؟ علاش؟ شد ثوره شباب ركبوا على شيء حديث هذا ماهوش معقول. اوكا احنا وقلنا راهو الغنوشي معناتها اليوم شخصية غير متفق عليها في تونس، مدعو معناتها وجود مستفز للبعض. شنية انا معناتها فيصل سبيني اللي والدي مناظر نجي قدام الغنوشي معناتها باش يقود برلمان اللي ما يعرفش عيد الجلاء وقتاش؟ هذا حديث توا معقولة هذه؟ هذاك علاش معقولة هذه معناتها الغنوشي وجماعتها اللي البارح هزوا سلاح ضد تونس وحرقوا العباد ايه، لكن هذوما اختارهم الشعب سي فيصل كيما اختاركم انتوما، هذوما جزء من ما افرزوا الانتخابات، ما افرزوا الصندوق. والله اول حاجه هما شدوهم من 2011 لليوم يتاجروا بالدين وبالنظام. واللي هما ما عندهم حتى علاقه لا بالدين لا بالنظام، هما مجرد تجار نتاع دين. كنا توانسه متدينين وكنا نخافوا ربي وكنا قائمين بواجبنا مع ربي، وما نجمش حتى واحد يزيد على اي تونسي ينجم يغلط تونسي لحظه من اللحظات يهج شويه ما يرجع.
به خلينا نقعد راولي يسب الجلالة كان يوم من مربي هاي تحبش هيك رغم اللي انا الناس كل سب. اما راهو ما يسب الجلالة كان يؤمن بربي دونك تؤمن بربي انت مسلم ما فيهاش نقاش وما ماهوش باش يخرجوا من الاسلام الناس كل اثنين النهضه ظهرت حيدت على العباد دورتها اش دورتها دورتها رشوة ودورتها فلوس ودورتها بيع كلام ودي كومبلو وتشد دوسيات العباد اوكي وعند العفو التشريع العام اللي ضامن لنا نسبه معينه من الناخبين وعائلاتهم نتاع 300 400 الف ودبر راسها من هنا ومن هنا في الانتخابات بفلوس وزيد هو انت تقرير دايره المحاسبات محكمة المحاسبات مش دايرة المحاسبات محكمة المحاسبات دايرة تاع المحكمة محكمة اسمها تقرير محكمة المحاسبات يقر بوجود تمويل أجنبي للنهضة وقلب تونس نبيل القروي وعيش تونسي الفصل 163 من النظام الانتخابي يقول كل من يثبت تلقي تمويل أجنبي معناتها تسحب منه المقاعد ويتحاكم والاختيار ما بين 10 و50% دونك اليوم وجود راشد الغنوشي والنهضة وسمير الشواشي وقلب تونس وانت عايش تونسي كلها مخالف للقانون وكلها من المفروض اليوم يقع سحب المقاعد منها وتقع إعادة الانتخابات جزئية يعني ليش ما صارش هذا سي فايسل برمش يشوف شكون اللي يحكم في البلاد برمش يشوف القضاء شوف القضاء انا ما فهمتش انا محكمة دستورية محكمة محاسبات معمولة انت باش تعملي تقرير وكاو السلام عليكم معناتها اليوم دونك اليوم فما نية بانه يتم التعتيم على تقرير محكمة المحاسبات انه ما ناخذوش قرارات جراء التقرير هذايا ونقعدوا فقط في اطار التقارير اللي تخرج ومن بعديك ما نحاسبوش الناس المتورطين فيه هذا ما يسعى له النهضة وقلب تونس وكل ما هو معني بتقرير دايرة المحاسبات لكن أؤكد وأنه لو تم رسالة تعدد وعدها رئيس الجمهورية في المجلس الأمن القومي نهارت اللي قبل نهار بالتصويت على الحكومة رأوا رئيس الجمهورية قاري درسها والعباد ما يش فيهم رأوا نهارت الجلسة هذيك اللي قال رأوا معناتها الإعلام شبهة فساد ما نعجبوش أد اليمين وإحنا ما ناش في علاقة بتحوير الوزير يعطيك الصحة راو نهارتها حذر مع رئيس محكمة المحاسبات والرسالة الرسالة حاب يقول الغنوشي وسزمة والمشيش اللي قدامه حاب يقول له راو الحزام السياسي نتاعك غير شرعي وهي محكمة المحاسبات بجنبي وراو كي حاضر لهم رئيس دائرة محكمة المحاسبات ورئيس المحكمة الإدارية ما وش يفاد لك حاب يقول لهم راني قاري درسي وراني شاورت الناس الكل وراني على حق وقت اللي قلت الكلام هذا واليوم انا نستغرب وانه ثم البعض يدعو رئيس الجمهوريه بالقبول بتحويل وزاري بكل الوزراء وفيهم وزراء عليهم شبهه فساد اليوم وصلنا ان نبيض في الفساد بالدرجه هذه ما صارتش وزيد تصدر من بعض ناس تدعي وانها نظيفه تدعي توصل من بعض الاعلاميين بعض السياسيين وبرشا نواب مواطنين ونواب ورئيس حزب كيف غنوشي ورئيس برلمان ويقول لك رئيس الجمهورية معناتها ما عنده صلاحيات معناتها أنا غدوة يجي رئيس محكمة يقول لك هذا فاسد ونحكم عليه ويشد عليه معناتها يحكم عليه نقول له غدوة أنت ما تجيش رئيس محكمة وأنت صلاحياتك ما هيش أنت باش تحكم على فاسد هذه ما يقبلها حتى حد دونك سي فايسل أنا حسب أنت قلت لنا نحكيه على تقرير محكمة المحاسبات اليوم نحكيه على مشهد برلماني فيه قلت أنت فما نواب ما همش كاليبر متاع نواب لا عندهم برامج لا اقتصادية لا اجتماعية لا استراتيجية عمل قلت أنه زاد فما رشوة وغشة في انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب قلت فما انقلاب على الشرعية في البرلمان في علاقة بحزب قلب تونس ما فماش حزام سياسي شرعي لرئيس الحكومة اليوم المشهد البرلماني بهالضبابية هذه وبهالخروقات اللي موجودة فيه ومع اللي ريناه البارح مثال استعمال مكبرات الصوت والقطع على الجلسة العامة ونحكي وزاد على حتى وصلنا لتبادل العنف اللفظي والمادي بين النواب وين ماشي مجلس النواب في وسط هالخوضة هذه الكل أول حاجة بربي التعميم في البرلمان ويقول الناس الكل والنواب الكل ما مش النواب الكل ما بعض الاستثناءات اما الاغلب إيه الاغلب إيه الواضح إيه الظاهر اي الاغلب الواضح يتحمل مسؤوليته نائب اللي معاه ما انا مش دخلني فيه يا اخي انا انتخبت من الناس هذوك
اي لكن انتم تمثلوا المؤسسه البرلمانيه بمختلف الاطياف اللي فيها. نزلت ليها وندخل عليها نعمل مش مين نعمل بالضبط؟ لا انا مانيش انت في شخصك سي فايز مش انت في شخصك انا ولا غيري من النواب. قلنا فما استثناءات ولكن حسب رايكم انتم هل استثناء تفز العباد تسب النواب الكل ويرجع الناس الكل اللي موجودين في المجلس ما يصلحوش حديد توا العباد تضرب فلوس تحطها في جيوبها الأغلبية الساحقة اليوم الشعب يرى الأغلبية الساحقة اللي قاعد يشوف فيها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. إي هذوكم اليوم اللي تراو فيهم اللي يعملوا في المشاكل عندهم قاعدة شعبية وعندها ناس تسرب قلها. معنا اليوم عندنا سياسة الفراج اليوم اللي يخدم على روحه وعنده أفكار بناءة وعنده يخدم على روحه الناس ماهيش معاها وما تلوش عليه. وأنا اليوم نستغرب كيفاش الشعب في ناس تفكر بالطرجة ذي معناتها نسبة كبيرة من الشعب التونسي يلوج على الفراج وواحد شيخ كيفاش عبير موسي تسب في سيف الدين مخلوف والغنوش والآخر شيخ كيفاش سيف الدين مخلوف يسب في عبير ويناقشوا شيخين عاملين جو كيفاش فلان سب وكيفاش فلان ما سبش وهالعباد هذوما بيدهم يحبوا على التشريع ويحبوا على القفة ترقص ويحبوا على التنمية هذوما ما فهمتهمش. انتوما اليوم اخي انت تصفق الملاعبين تاع كوره ولا دي بوكسور ومن بعد تحب تلقى فلوس ماك باش تدفع انت باش تمشي تتفرج باش تدفع مش الشعب الكل على درجه من الوعي. انا قلت لك نسبه دونك احنا الى متى باش نقعدوا نغزروا ساكتين على الشيء اللي قاعد يصير في مجلس نواب الشعب؟ هكاك وكان عجبكم شو هكاك وكان عجبكم؟ هذاك الموجود وكان عجبكم هذاك شحب يوصلوا هما اللي حبوا تقولنا هذاك الموجود وكان عجبكم دونك هما هذا اللي يوصلوه هذا اللي حبوا يوصلوه. انتم انتخبتونا انا ما قلنا لكم باش تجيبوا الملح والبترول او خلينا الملح والبترول ورجعنا نعملوا في البونيه ونصوتوا في الاعداد ونسبوا كل شيء ولا محترمين للمراه ولا الراجل ولا محترمين منظمات ولا محترمين اعلام ولا محترمين زملاء في مجلس النواب. ما فماش ضوابط في مجلس النواب شنو؟ ما فماش ضوابط في مجلس النواب اليوم فما برشا خروقات على في القانون الداخلي. سامحنا جوست اخر سؤال سي فايس. انا اللي قلته قلت وجود راجل غنوشي في البرلمان لن يحل الازمه وما دام هو موجود راهو باش تقع الخروقات. اليوم ائتلاف الكرامه والسي سيف الدين مخلوف عنده في ذا من عند الغنوشي يعمل اللي يحب لا يعمل له معناتها حتى اجراء باش يوقفوا عند حد وهذاك ماهوش راجع. انا واحد من الناس كل الكتل ماهيش واقفه عند حدها سي فيصل. ما فماش قانون يمنع الكتل من حتى كتله ماهي واقفه عند حدها. ما شفناش فما ناس اللي تحط لهم دي ليميت معناتها ناس الكل مسيبه في البرلمان نشوفوا فيهم النواب. كيفاش الناس الكل مسيبه؟ الناس الكل مسيبه كتله الدستوري الحر البارح انت تشوف بمكبرات الصوت الاعتصامات الضرب ما بيناتهم ولا العنف اللفظي ما بين النواب حتى في الكولواغ انت اكيد غادي موجود وتقعد ترى في اللي قاعد يصير وشفناك حتى انت قداش من مره باهت في اللي قاعد يصير دونك ما فماش دي ليميت. انا عديت 2014 خويا عدينا قوانين معناتها بالحق تتطلب الخلافات وتتطلب معناتها عدينا قانون المصالحه عدينا قانون الارهاب وما ادراك الدور بريز 2015 وقت الكافي رجعتونا 2018 تعاودناه عدينا بكم المؤسسات الاجتماعيه عدينا قانون البنك المركزي عدينا قانون نتاع الدور معناتها نتاع الاطفال عدينا دونك وقتها تمثيليه البرلمانيه مش نفس النواب نتاع اليوم راه مانيش نحكي على نفس ماهوش هو راهو اليوم عندك كتله معروف عليها ما ناس تدافع على الارهاب من ناس عندها معناتها معروفه علاقتها بالارهاب عندك ناس كانت المحامين نتاع الارهاب عندك ماهر زيد نتاع ائتلاف الكرامه ما تعرفوه ماهر كنوز معناتها في وقت من الاوقات العمليه نتاع البلاط اللي مشاو فيها شهداء من الامن قال لك راهم ينقبوا على الكنوز. سي فتحي العايدي البارح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة يقول أن شاذ في مجلس نواب الشعب وفي الحياة السياسية أون جينيرال هو حزب الدستوري الحر أساسا ممثل في رئيسة كتلة عبير موسي. أظني أنا ما ندافعش على عبير موسي ما تعنينيش لا هي لا غير وأنا لا كنت في التجمع ولا نعرف التجمع ما يعنونيش لأنه بالنسبة لي أنا الشعب التونسي اليوم باش يعاود ياكل كف فاخر مش الشعب الكل الشعب اللي طلع الباجي وميدان تونس ومن بعد يلقاه مع النهضه هو نفس الشعب اللي عاود طلع نبيل القروي
ومن بعد لقى معنا هذا هو نفس الشعب تو ما شيء مع عادل موسى ان شاء الله ما يلقوش قد معنا. اوكي دونك بالنسبه لنا نحن انا فيصل التديني وحزب صوت الفلاحين من 2014 لليوم موقفنا واضح، احنا ضد المنظومه ما قبل الثوره ومنظومه ما بعد الثوره. دونك لا حاجتنا بالتجمع باحترام التجمع الشرفاء ولا حاجتنا بالنهضه واللي تعمل فيه. اليوم انت كي تحكي على عادل موسى كيما تحكي انت اختارها شعب كيما اختار ائتلاف الكرامه كيما اختار مش تحكي انا ده تصريح ناطق رسمي باسم حركه النهضه. اي اخي هذيك المشكله لو واحد يرجع لو واحد يعمل العقل لو واحد يرجع لو واحد يقول ارجع لربي وراو الشعب انتخب. اثنين عادل موسى انتخب الشعب. اما انت كي تحكي على الدستور الحر راك جايب اخر امين عام للتجمع محمد الغرياني حاطه مستشار في البرلمان لايد بالمصالحه المصالح. معناتها عادل موسي قالتها للعباد قالت لهم اذا كان انا زغرت راهو اوامر من عرفي الغرياني اللي جبتوه واذا كان احنا صرفقنا ولا دربكنا ولا طبنا راهو اوامر من عرفنا. دونك جابوا عرفهم حطوه غاديك نتاع اخر امين عام تجمع في التحدي لدماء شهداء وثوره وجرحى الثوره وللناس اللي ثارت قبلة النظام ومازالوا يحلوا في فمهم ويتكلموا ومازالوا بالحق عندهم وجه وعندهم ربع ويتكلموا. معناتها ما فهمتش انا شنو صار واللي يزيد يصير اليوم البلوكاج الدستوري اللي قاعد يصير. انا كنائب شعب نهار التصويت على الحكومه نهار 26 قلت راهو التصويت على الحكومه راهو مزيد تأزيم الوضع وباش نمشي البلوكاج الدستوري اقوى برمش على رئيس الحكومه وقتها قلت له رسم آلية في البرلمان وقت اللي نلقوا بلوكاج نرفع الجلسة نمشوا نتشاوروا برا نمشي أرفع الجلسة أطلب رفع الجلسة خاطر وما عندوش الحق باش يرفع الجلسة عنده الحق باش يطلب من الكتل تجتمع وترفع الجلسة برا نمشي أرجع تفاهم أنت ورئيس الجمهورية عندك ثم وزراء عليهم شبهة فساد وما حتى واحد ما يقبل حتى التونسي اللي يحب مصلحة البلاد ما يقبل. نحن الحكومة تحلت القبلة نتاع ياسر الفخفاخ على خاطر ثم شبهة تضارب مصالح بين عند رئيس الحكومه تحالف حكومه كان وثم ناس تدعي وانه فيصل سبيني سكت في حكومه زيد الفخفاخ لا ما سكتش برمشوا ارجعوا. انا قلت له انا كيفاش لقيته وقت في وقت الكورونا تعملوا كونترات وراه يلزمك تستقيل وتمشي راه ممكن يستنى فيك الحبس. هذا كلام قلت غير ناس معناتها اللي يجي ضد النهضه وجمال ضد النظام نتاعها عندها هذاك الذباب الازرق الالكتروني نتاعها وعندك المرشوش نتاع ائتلاف الكرامه يشدوا يشوهوا العباد هذاك ايش يحبوا معناتها العباد يلعبوا على انه الشعب التونسي فيه ينسى ويعملوا كل شيء. انتم اليوم في عريضه لسحب ثقه من رئيس المجلس الكتال البرلماني شكون اللي عمل معناتها العريضه هذيا بدا فما توقيعات صارت عليها شو اللي صار كيفاش؟ هذا سي سكوب بالنسبه لكم انتم اللي وراء العريضه فيصل أنا اللي أنت صاحب العريضة معناتها سي فيصل مش صاحب العريضة. احنا كيف لقينا تم التجاذب صاحب المبادرة يعطيك الصحة ومش صاحب المبادرة واحد معايا برشا ناس معقولاتها مستقلين يعطيك الصحة. احنا كيف رينا تم التجاذب بين الكتل وبين الأحزاب هذه عبير موسى ما تحبش الصحي وحزبها مع جماعه الكتله الديمقراطيه والتيار وحركه الشعب هذوما قلب تونس هاربين من عظومه وهذا ما نعرف شنو باه ماناش نقبل بلوكاج هذاك اللي قاعد يلعب عليه الغنوشي معناتها مدينة عدم التوافق بين العباد هذوما. جينا قعدنا نحن انا وزميلي منجر راهوي وسهير العسكري وتفاهمنا وانه ناخذوا نحن الغير منتمي حتى واحد ناخذوا المبادره ونتبنوا نحن العريضه وندوروا بها وهذاك اللي صار. والبارح خدينا كتبنا العريضه ودينا في جمع الامضاءات وانا مره اخرى والبارح معناتها زدت تحدثت مع سي بلقاسم حسن نتاع النهضه والمره الاخرى تحدثت مع سمير دول وتحدثت مع برشا معناتها من النهضه قلت لهم معناتها تنجموا انتم مازال عندكم الوقت تمشوا معناتها تقنعوا الغنوشي يخرج وجيبوا واحد اخر من النهضه يشد رئيس برلمان نقبلوا انسان نجم يكون عليه توافق. اما راهو الغنوش وفات معناتها ما عادش نجم يعدي وديجا انا قلت المره الاخرى ونعاودها لليوم انا راني طلبت رئيس الغنوش بالاستظهار بشهاده طبيه تثبت قدرته العقليه والجسديه على تسيير البرلمان وراني مازلت طالب واكبر دليل وانه سراج الغنوش تحس وانه عنده النسيان وخاطر المره الاخرى يهبط بيان إدانة ائتلاف الكرام وقت اعتدوا على النائب أنور بالشاهد من كتلة الديمقراطية وناس عملت اعتصام 40 يوم راس العام عدوه في ديارهم من بعد
بجمعة يهبط بيان آخر إدانة أنور بشاهد من طلع وتنديد معناش هذا ما يعملها كان إنسان ما عادش يتذكر دون رئيس برلمان تحس الذاكر نتاعو ناقصة ما عادش عنده بلاصة في البرلمان والراجل تبارك الله معناتها كبر ما أنا ننصحه يمشي يحج هو دار العالم كله ما وصلش مكة واضح سي فايز يعطيك الصحة يمشي يحج وخلينا نخدم أرواحنا على خاطر تونس توا ماهيش حاجة للشيوخ اليوم ماهيش حاجة المدبية باش تقرأ عليها ماهيش حاجة للفتاوي اليوم في حاجة الناس تفهم في الاقتصاد تبني البلاد سراج الغنوشي ماهوش ولد المرحلة وربي يجيبها في الصواب ويمشي يمشي يهج على رويحته وشي يعني يعطيك الصحة سي فايصل التبيني بارك الله فيك الوقت الحصة وفي شكرا لك على التدخل معنا فايصل التبيني نائب بمجلس نواب الشعب يعطيك الصحة كنا نحكيه على مبادرة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي هذه مبادرة من كما قال توا سي فايصل منه هو من سيمون جراحوي ومدام سوير العسكري هذا اللي صاير داخل قبة البرلمان يعطيكم الصحة الناس الكل تابعتونا من السبعة حتى كش لقيت هذايا ميرسي بوكو مريم جبالة سوير بن حميدة من 9 حتى للعشرة حبل الملوك ومن 10 حتى نص نهار زوم 73 كالعادة مشاكل الجهات ونرجع في عودة كما قلت قبيلة للي صار في حمام سوسة نهاركم زين نسكل يحكيوا على خلين وتحجبوا من العين خليلته والخال قدس